جددت مدينة نور سلطان شبابها كي تصنع لنفسها اسما على المشهد السياحي العالمي، ووقعت العاصمة الكازاخية المعروفة باسم أستانا سابقا في لشبونة اتفاقا لاستضافة النسخة الثامنة من القمة العالمية للسياحة الحضرية التابعة لمنظمات السياحة العالمية، حسب ما أوضح عمدة المدينة باكيت سلطانوف. يكتسب تطوير السياحة أهمية كبيرة بهدف تنويع اقتصادنا، ونمتلك كافة المقومات في سبيل تحقيق ذلك، لأننا عاصمة لواحدة من أكثر دول العالم شبابا. وبحث خبراء في مجال السياحة أثناء الملتقى كيفية استقطاب مزيد من الزائرين للمدن الكبرى. تكتسب نور سلطان أهمية متزايدة كوجهة لاستقطاب الأموال والأعمال، وتسعى الآن لتعزيز مكانتها في مجال السياحة، حيث تقدم طبيعة فريدة من نوعها ومدينة حديثة تشهد حضور أحدث مظاهر التكنولوجيا فضلا عن موقعها في العالم.